نعم، بداية أهم ما تمخض عنه هذا اللقاء هو الإعلان عن تدشين مجموعة عمل مصرية أمريكية مشتركة تكون مهمتها بلورة أهداف مناخية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للقمة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ المقررة في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. بالطبع هذه المجموعة تأتي في إطار كما ذكرنا هذه التحضيرات، وتأتي في إطار التعاون المصري الأمريكي المشترك في مواجهة التغيرات المناخية. كانت هناك أيضا تصريحات مهمة بعد هذا اللقاء الذي عقده صباح اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري. أبرز هذه التصريحات هو استعراض الرؤية المصرية حول قضية التغير المناخي التي تتلخص في ضرورة دمج الجهود الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات الضارة حول العالم، وكذلك حشد التمويل الدولي اللازم للدول النامية من أجل مساعدتها على إطلاق وتنفيذ برامج التكيف مع التغيرات المناخية. من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، شكرا لك.